هذا فيديو عن موضوع العض، كيف تعامل على الخيل اذا عضك الخيل. اول شيء من اهم الاشياء اللي لم تعرفها في الحصان، العض طبيعي في الخيل، العض طبيعه في الخيل. الخيل ممكن تعض بعضها مع بعض، تعض البشر وتعض الحيوانات الاخرى، اذا العض شيء طبيعي مو شيء غريب على الخيل. لكن العض ممكن يكون سلبي ممكن يكون ايجابي. الحصان يعضك عض سلبي اذا كان يبغى يؤذيك او يبغى يدافع عن نفسه، زي مثلا ما يعض الفحول، زي لما الفحل يحاول يسيطر على فرس، زي لما مثلا الحصان يحاول يعاقب مهره او مهره، هذا عض سلبي اللي هو بهدف الايذاء. وفي عض ايجابي اللي هو لعب، حصان يلعب مع مهره، حصان يلعب مع مهره، حصان يلعب مع فرس، فرس يلعب مع فرس، هذا عض ايجابي. اذا في عض سلبي وعض ايجابي. كيف افرق بين العض الايجابي والعض السلبي؟ ما تبغى شيء، سهله جدا. اذا كان الحصان يعضك عض ايجابي معناته يعتبرك حصان يلعب معك، واذا كان يعضك عض سلبي معناته يبغى يؤذيك. كيف اعرف افرق هل هو بالفعل يبغى يؤذيني او يبغى يلعب معي؟ سهله، ما تبغى تفسير. اذا كان يبغى يؤذيك قبل واثناء وبعد العض لازم يضربك بيده او برجله او جسمه، يحاول يؤذيك، ومن ضمن الايذاء العض. فلما اعطي الحصان يدي خليه يعضني وهو يلعب، ابغى اثبت لك انه بالفعل لعب مو هو محاوله ايذاء، سهل جدا. لو كان يبغى يعورني كان عورني وانا مثلا بكذا، او فرضا عورني وانا حاط راسي كذا، او مثلا يعورني وانا داخل تحت، او مثلا يعورني وانا رايح وراه بالشكل هذا. وما في حصان يعضك عشان يعورك وجيت هنا ما يطقك. فاذا كان عضه بهدف الايذاء في اي حاله من الحالات هذه بيكسرك، ومن ضمنها العض. لكن اذا كان يعضك لو دخلت تحته ما سوى شيء، اذا كان يعضك جت وراه ما سوى شيء، معناته الحصان مستحيل يكون هدفه ايذائك. نعم، بما ان جفس او اقوى منك جسميا عضه ممكن يؤذيك، نعم انا مو اخلي الحصان يعضك، لكن لا تقول لي ان عض الحصان مو طبيعي. اذا عضك لانه يبغى يؤذيك اذا انت مسوي خطا. اذا عضك لانه يبغى يلعب معك في نظري هذه قمه الصح، معناته يعتبرك حصان. ما تبغى خيل تعضك كيفك، سوي اللي تسويه، لكن لا تقول ان عض الخيل الايجابي خطا. في نظري انا عض الخيل الايجابي معناته حصان يمون عليك، معناته حصان وثق فيك، زي ما يقول قاعد يمزح معك، وحصان ما يمكن يمزح معك الا اذا وثق فيك. فالعض الايجابي بالنسبه لي شيء جيد، تبغى توقفه وقفه كيفك، لكن لا تدعي او تقول انه عض سلبي او عض خاطئ. كيف افرق؟ سهل جدا، قبل واثناء وبعد العض سيؤذيك الحصان، يستعمل معه بقوه، يعورك، لكن الحصان يعضني، وادخل تحته ما سوى شيء، يعضني، اجي قدامه وراه ما سوى شيء، بالمنطق والعقل، الحصان ما يبغى يؤذيك، عضه مجرد عض. مزح او لعب او وناسه او سما ما شئت. اذا سهل جدا التفريق بين العض الايجابي والعض السلبي.